قال لك كده؟ ايوه قال لي كده. احرجني جدا يا ماما قدام الناس. انا كنت هعمل مشكله بس انا ما رضيتش عشان صحابي كلهم كانوا موجودين. هو مين ده؟ ماجد ابن اخوك. عمل ايه؟ قال لها انه بيحبها. معقول يعني عمل كده؟ انا هقوم اصحي مصطفى. هو ماجد ضايقك؟ ايوه طبعا يا بابا، ده قليل الذوق جدا، احرجني قدام الناس كلها. قليل الذوق ازاي؟ واحد بيقول لواحده انا بحبك بقى قليل الذوق؟ امال يبقى ذوق امتى؟ غريبه يعني، انا فاكره ان انا لما كنت اقول لك كده كنت هتتصل بيتها الزق. يا حبيبتي يا بنتي انت لازم تفكري. بابا انا قلت لك الاخر، انا مش هتجوز غير واحد زيك. ومين قال لك ان ماجد مش زيي واحسن مني كمان؟ ازاي يعني يا بابا؟ حبيبتي انا عشت في حياتي حاجات انت ما تعرفيهاش، هي اللي خلت شخصيتي كده دلوقتي. في الاول انا كنت عصبي جدا لدرجه ان والدتك طلبت اكتر من مره الطلاق بسبب عصبيتي. وبعدين في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها، ماجد ده شخص مجتهد. مجتهد جدا، بقى مرت ان هو بقى له 10 سنين في الجامعه مش عارف يتخرج منه. عشان بيشتغل، علشان فاهم الدنيا صح. عشان اثبت لك انا اتخرجت من كليه التجاره، والدي بعد اسبوع بالظبط فتح لي شركه وجاب الموظفين وعين ناس كتير قوي قوي، وجيت انا في الاخر بقيت المدير. انا ما تعبتش في حاجه، ابويا هو اللي تعب في كل حاجه. ماجد بقى عكسي تماما، ابوه كان رافض يديله فلوس، لكن هو وقف جنب نفسه وساعد نفسه لغايه ما بقى له تجارته ونجح. انا قلت لك رايي وانت حره، يا تقبلي يا ترفضي. الموضوع دلوقتي في ايديك يا بنتي.